جبهة التحرير الوطني اليوم عندها اسم واحد وهو جبهة التحرير الوطني. انتهى العصر نتاع الجماعات نتاع الفرقة، جماعة فلان جماعة فلان جماعة فلان. هذا الأمر أصبح لا يعني حزب جبهة التحرير الوطني، لأن المؤتمر القادم سيكون مؤتمر سليم البناء، سليم القوام، تتوافر فيه كل رغبات المناضلين والمناضلات من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود، وهي إعادة بناء فعلي وحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني يتطابق مع كل ما يفكر فيه المناضلون والمناضلات. الباب نتاع الأفلام مفتوح للجميع، واللي يجي يدخل البيت نتاع الأفلام مرحبا به ومرحب به بين المناضلين، ولكن كل على يقين بأننا نحترم كل الإخوان الذين مروا على هذا البيت العتيق. وصلنا منذ أكثر من 62 شهر نضالنا بقناعة وثبات وإصرار لإحقاق الحق بين صفوفه واستعادة الشرعية بجل هيئته. يعني نقول جل هيئته لأني ما نقولش كل هيئته، لأن الهيئة العليا تاع الحزب رئاسة الحزب هي دائما سليمة. ولاد الحزب الحقيقيين ما يخليوش الحزب يضيع حتى إذا الزمن حتم عليهم بعض الشوائب وبعض الهفوات وبعض الانزلاقات اللي هي هذه سنة الحياة موجودة عند كل كائن حي. الحمد لله هذا الروح وهذا العزم وهذا الإصرار وهذا الرؤية المستقبلية ماهيش منحصرة في جيل اللي حضر الثورة واللي نجح الثورة ونجح البناء والتشييد في الحزب الواحد. الحمد لله وسي معاد دليل وبرهان على هذا الأمر بأننا ما نخافوش على الحزب، وإذا ما خفناش على الحزب ما نخافوش على البلاد.